السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع رسالة ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء، نتحسس سبيل القوم لتحصيل مراد الرب بظرف العين دموعا يقف بها على باب سيده. وذكرنا في اللقاءين السابقين أسباب تحصيل هذا البكاء الذي هو سبب لرحمة الله عبده، وتوقفنا عند سبب جديد وهو عرض الحال على كلام الله، وهذه الخواطر التي تجول على القلب هي من أنفع أحوال العباد إذا صلحت، كما أنها من أضر أحوال العباد إذا فسدت. ومن استرسل مع الصالح منها إن صلح قلبه لأنها حملته على العمل، ومن استرسل مع الطالح منها والفاسد باء بالخسران وأدمن المعصية وشق عليه هجرها. نذكر بعضا من آثار السلف رضا الله عليهم، وهم يبكون حين يعرضون أنفسهم على كلام الله سبحانه وتعالى ويتصدرون بقلوبهم لهذه المعاني. قال أبو سلمة: كان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنه: ذكرنا ربنا فيقرأ عنده، أي القرآن. وكان محمد بن قيس إذا أراد أن يبكي أصحابه يستحضر فضل البكاء، كان يستدعي ذلك. الحمد لله. قرأ آيات قبل أن يتكلم، وكان من أحسن الناس صوتا، فإذا قرأ بكى وأبكى. وقال أبو معشر ثم يتكلم بعد ذلك، وكان محمد بن كعب يتكلم ودموعه سائلة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني من شاهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة لما كان وليا على المدينة قبل أن يلي الخلافة، قال: وقرأ عنده رجل فقال قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذا ألقوا منها أي من النار مكانا ضيقا مقرنين دعوا بالهلاك على أنفسهم، فبكى عمر حتى غلبه البكاء على نشيجه، فقام من مجلسه فدخل بيته وتفرق الناس. وقال سعيد بن أبي عروبة: قال عمر بن عبد العزيز لابنه: اقرأ، يعني اسمعني القرآن. فقال: ما أقرأ؟ قال: سورة قاف. فقرأ حتى بلغ: وجاءت سكرة الموت بالحق، فبكى عمر. ثم قال: اقرأ يا بني. قال: ما اقرأ؟ قال: سورة قاف. حتى اذا بلغ الموت بكى ايضا بكاء شديدا، ففعل ذلك مرارا، يقول له: اقرأ اعد، ويقف عندها ويشتد بكاؤه. وقال معتمر: صلى بنا أبي فقرأ سورة قاف في صلاة الفجر، فلما انتهى إلى قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، غلبته عبرته فلم يستطع أن يجوز، فركع، ظل يتحشرج ولا يستطيع أن يجاوز هذه الآية. أو الحال الذي نريد أن نتكلم عنه ونخاطب به قلوبنا، ما الذي في الآية يجعل السلف على هذا الحال؟
هو يتمثل أن الخطاب له ممن؟ من الله العظيم الجبار الملك سبحانه وتعالى، فيستحضر حاله وفقره، ويستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى، ويعلم أن الخطاب له، ويعلم أن الحال هو معروض عليه. قال: وقال الصلت بن حكيم: قرأ لنا قارئ بمكة، وجاءت سكرة الموت بالحق ونحن على باب فضيل، فجعلنا نسمع نشيجه من العلو. ظل يبكي وهو يسمع القارئ يقرأ في الطريق في الشارع. فعرض الحال على القرآن، وجاءت سكرة الموت بالحق. الموت ليس هو المبكي، المبكي هو استحضار الجزاء الذي بعده، استحضار سكراته، استحضار كروباته، وهو يرد على حال لا يدري، أينطلق لسانه بشهادة التوحيد أم يمسك لسانه ولا يستطيع أن يتلفظ بشيء منه. قال سفيان: كان طلق إذا قرأ بكى وأبكى، وكان إذا قرأ لم يسمعه أحد إلا بكى من رقته وحسن صوته. قال: وقالت له أمه: ما أحسن صوتك يا بني بالقرآن، فليته لا يكون وبالا عليك غدا يوم القيامة. فبكى حتى غشي عليه، وهنا ينبغي التنبيه في مسألة أن الإنسان يخشى عليه حين يسمع كلام الله، أو يسقط ويشتد نحيبه، وهذا ليس الأكمل كما ذكرنا قبله. ويأتي السؤال الثاني: لماذا يبكي هذا البكاء وقد سمع هذه الآية مرات قبل ذلك؟ ما الذي حدث له؟ حقق شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، فقال أن هذا لقوة الوارد وضعف المحل. فالوارد عظيم جدا كلام الله، ومحله قلبه ضعيف في احتماله. السؤال الثاني: سمعه قبل ذلك، لماذا لم يحدث له ذلك قبل ذلك؟ لأنه وقع في حال على به إيمانه، فرق به قلبه وهاج. والوارد قوي أقوى من المحل، فلم يحتمل. فقد تطرأ عليه حالة لا يحتمل فيها، وتأتي حالة أخرى كأن القلب صار أقل حالة، وقد تأتي حالة غفلة إذا تناطحت الصخور الصماء بين يديه لم يتحرك. ونعوذ بالله من قسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب. وقال ابن أبي الدنيا عن رجل: شاهدت رجلا قرأ عند عمر بن عبد العزيز، فلما انتهى إلى هذه الآية فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. بكى عمر حتى اشتد بكاءه، ثم ازداد بكاء، فلم يزل يبكي حتى غشي عليه، يا الله. وقال إبراهيم التيمي: قرأ الحارث بن سويد: فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. فبكى ثم قال: إن عذاب الآخرة لشديد، ومثله حدث عند مالك بن دينار لما قرأ عنده قارئ في سورة إذا زلزلت الأرض، حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وكل هذا ينتفض مالك من البكاء، وأهل المجلس يبكون. فلما وصل إلى قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فجعل مالك والله يبكي حتى غشي عليه، فحمل من بين القوم صريعا، وهذا حال يجب تأمله طويلا، أن ذكر الحساب بهذه الصورة على الذر هذا شيء هائل جدا،
لا يد العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد بين يدي ربه حتى يسأل عن خمس. وفي لفظ عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. لا يدري الإنسان، يسأل عن المال عن أي وحدة، ويسأل عن العمر عن أي وحدة منها، ثواني، دقائق، ساعات، أيام، جملة. والواضح أنه سيسأل تفصيلا، لأنه مسطور في صحيفته، فيسأل عن ذلك كله. إذا كان بمثاقيل الذر، فنسأل الله سبحانه وتعالى رحمته وعفوه. وقال عمر بن عبد العزيز لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فبكى بكاء شديدا حتى سمعها أهل الدار. فجاءت فاطمة فجعلت تبكي لبكائه، وبكى أهل الدار لبكائهم. فجاء عبد الملك فدخل عليهم وهم على تلك الحالة يبكون. فقال ابنه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، فقال: يا أبا، ما يبكيك؟ قال: خير يا بني، ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه. والله يا بني لقد خشيت أن أهلك، والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار. هذا يتفاعل مع هذه الآية: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فقال: ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرف. والله يا بني لقد خشيت أن أهلك، والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار. وكان يقول الفضيل على نفسي هذا المعنى: إني لا أغبط نبيا ولا ملكا، ولكني أغبط من لم يخلق. هذا لم يتعرض لا لأهوال ولا لكربات، لا لسكرات ولا لضمة قبر ولا لتطاير صحف ولا لميزان ولا وقوف بين يدي الله ولا صراط ولا ضحد مزلة ولا خضطيف ولا كلاليب. لم يتعرض لشيء من ذلك. ولا شك أن الأكمل المحبوب إلى الله أن يبتلى العباد فيتعبدون، وهذا حقه علينا. لكن الفضيل يشير إلى معنى آخر، وهو أن هذا قد سلم وغنم، وهذا حال يطرأ على الخائف ويؤثر النجاة. وهناك مزيد آيات على هذا الحال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أي درجات نتكلم عنها مع إساءة وأهوال سنرد عليها؟ لذلك لا نجد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن الشرف والقرب إلا طلب العفو والرحمة والمغفرة، وهذا دعاء المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا كانت ليلة القدر فقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
قال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن، فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأ، فلما بلغ هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بكى الحسن وبكى أصحابه، وجعل مالك يضرب على يضطرب حتى غشي عليه. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سينزل لا يستطيع أحد أن يدفعه. بمن؟ لماذا يتفاعلون مع هذا الحال؟ لأنهم يظنون في أنفسهم الإساءة وأنهم محل المخالفة، ويستجيبون بذلك العقوبة، فمن ينجيهم من الله سبحانه وتعالى؟ بل من هو خير منهم من الأنبياء؟ قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته، فمن ينصرني من الله إن عصيته. فقوة القلب أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى عليه، أصحابه ما كان يخشى عليه لقوة المحل، وهذا هو الأكمل. تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال محمد بن عبد العزيز بن سلمان: قال رجل عند أبي والطور وكتاب مسطور حتى انتهى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فبكى القوم حتى ما كنت أسمع قراءة القارئ. نحيب. وقال مقاتل ابن حيان: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فلما قرأ: وقفوهم إنهم مسؤولون، فجعل يكررها لا يستطيع أن يجاوزها، يعني من كثرة البكاء، من كثرة البكاء. وقفوهم إنهم مسؤولون، ويوم يناديهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أين شركائي؟ وكذلك قال الله عز وجل في هؤلاء: مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم، ميزناهم عن بعضهم البعض. مكانكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. تروح فين؟ تعالى يبدأ الحساب. قال: وقال عبد الأعلى ابن أبي عبد الله العنزي: رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعة في ثياب دنسة، وراءه حبشي يمشي، فلما انتهى إلى الناس رجع الحبشي، فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين قال: هكذا رحمكم الله، عشان يمر من الصفوف يعني. حتى صعد المنبر فخطب، فقرأ: إذا الشمس كورت. فقال: وما شأن الشمس؟ لماذا تكور تلقى في النار؟ هل هي عصت؟ هي لم تعصي وتكور في النار، ما بالي أنا؟ قال: وما شأن الشمس؟ وإذا النجوم انكدرت. حتى انتهى إلى: إذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. فبكى وبكى الناس، وارتج المسجد بالبكاء، حتى رأيت أن حيطان المسجد تبكي معه، وحق له ذلك. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينظر إلى القيامة كما هي فليقرأ إذا الشمس كورت، وهي من الصور الشديدة جدا في وصف الأهوال التي سيرد عليها الناس. قال مسروق: قرأت على عائشة هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فبكت وقال: رب من على من وقني عذاب السموم، من وقني عذاب السموم. وقال الشعبي: سمعت رجلا يقرأ، وعمر سمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.
فجعل يبكي حتى اشتد بكاؤه، ثم خر يضطرب. فقيل له في ذلك: قال: دعوني، فإني سمعت قسم حق من ربي، قسم حق من ربي. وهذا حال السلف. قال الحسن: إنها هنا قوما إذا استمعوا القرآن بكوا حتى تعلو أصواتهم، طبعا بلا تكلف يعني، ينحبون. فقال الحسن: لم يزل الناس على ذلك يبكون عند الذكر وقراءة القرآن. فهذا وصف لحال من أراد أن يستحضر ذلك، وهو عرض الحال على كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يخاطب به عبده، وهذا عظيم، والمخاطب ضعيف لا يقوى على شيء. أتوقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.